أنتم ترون هذه الحالة، نحن مخيم عدد العائلات 70 عائلة، حوالي 400 شخص في هذا المخيم يعانون معاناة شديدة مع قلة المساعدات الإنسانية وهذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها في هذا المخيم. وعند قرب هذا فصل الشتاء أصبحت هذه الأرض، وهي أرض زراعية، فيها طين شديد وجور ومياه كثيرة. جايب الله إبراهيم. عندنا مدرسة، وهذه المدرسة تضم 120 طالب. كل هذه الطلاب تحتاج إلى قرطاسيات وتحتاج إلى تعليم، ولا يوجد داعم، أي داعم ينظر بنظر العطف إلى هذه الطلاب وإلى هذه المدارس. فإذا كانت هناك منظمات إنسانية أو منظمات تدعي بالإنسانية فلتنظر إلى حال هذه الطلاب. 20 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